منورانا. راكي انتي نور كادا، مرحبا بلالا ومنورانا كيف ديما. تفضلي غادي تعطينا يعني وصفه الاكيد باتصالك. أيه. بالاضافه لهاد الوصفه ديال الطنجيه. عندي كيك كيجي بحال المذاق ديال ميريندينا. نعم نعم. كناخذوا 5 البيضات. 5 ديال البيضات. 60 غرام ديال سنيده. نعم. جوج ساشيه ديال الفاني. معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه. نعم. 150 غرام ديال الدقيق. 150 غرام ديال الدقيق. نعم. الكريمه ديال الحشوه كناخذوا. نعم. 200 غرام ديال الشوكولات مخلط بيض وكحل. ياغورت طبيعي ولا القشده الطريه على حسب الرغبه ديال السيده. نعم. السيرو نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الماء. نعم. شي جوج قطيرات ديال الحامض. عصير. وهذا السيرو كديروه فوق النار حتى كيولي خليط مذهب ذهبي. الطريقه ديال التحضير. نعم. كنضربوا البيض والسكر والفاني حتى كيولي اللون الخليط كله ابيض. نعم. ونزيدوا الدقيق والخميره ونحركوا ديما بمعلقه خشبيه حتى كيتجانس الخليط ديالنا. وكنديروا الخليط في القالب وندخل، والقالب كيكون مفرش ديجا بالورق السلفيغيزي. نعم. وندخلوه للفرن ومن تخرج كنخرجوها كنقطعوها ونقسموها على جوج بديك الكيك. وكندوبوا الشوكولا مع الياغورت. نعم. كنسقيو بها هذا الكيك ديالنا. الكيك ديالنا. وندهنوا الشوكولا. وندهنوا نزيدوا الشوكولا في النصف الاخر ونقطعوها مستطيلات كاريات صغار على شكل ديال ميريندينا. ونزوقوها بالشوكولا ابيض من الفوق وهي واجده وبحال لوغو ديال ميريندينا تماما. وبصحتكم وراحتكم لالا. شكرا لك لالا فاطمه الزهراء، شكرا لك وتحيه كبيره لك. اذا تحيه لك وتحيه للطاقم ديال راديو بليس. ميرسي. شكرا.